بدا اولا النيفو ديال الامتحانات الصراحه راه تعداو علينا هذا العام. انا كان كيبان ليا بحال هذا العام ما عادش لا استراتيجي اللي بغى يديرها الغوفرنمون جديد، حيت حنا عارفين انه تبدل الغوفرنمون، ولكن بحال كيبان ليا ان لا استراتيجي تبدلات وما علموناش في الاول العام باسكو النيفو ديال الامتحانات نقص بواحد اون مارج اللي هي كبيره بزاف. والعام صراحه ما كناش كنتسناو بحال هادشي هذا وتعداو علينا والله الا حرام عليهم صراحه الله، سورتو الماتو الفيزيك كويفيسيون اللي هو طالع زعما داكشي تبدل، ما عمرنا ما شفنا داكشي، ما قريناش داكشي، ما قارينش داكشي. الصراحه الامتحانات كانت صعيبه بزاف، ما عمر ما شفت انا بحال داكشي. زعما انا وجدت واحد الدرس في الفيزيك كنت كنخدمو هاد الشهرين هادي، ما صدقتش هو تحط ما درت والو فيه. المات ما كانش صعيب بزاف ولكن كان فيه 51 سؤال، ما عمر ما كان الامتحان ديال المات فيه 51 سؤال في التاريخ ديالو. والغش ما كاينش، البارح حضرتني واحد الاستاذه ديال الفلسفه، كنت غير كنتنفس كتبقى تغوت بوحدها ما عادش. الغش كاين، انا بعدا في القسم ديالي كلشي تينقل، حتى الاستاذه بغات تكتب سميتها نقلها جات هي، فهمتيني؟ كلشي تينقل عندنا في القسم، الدراري البنات، وحده ما من بعد انا مسدعاتني كلش، ومع عندي دايره الفي اي بي كل شويش قدوي وتعطس صدعتني. والجنه حتى هي ديرونجيونا تيبقاو يخلعونا، انا بعدا كتبقى فيا الخلعه شي 10 دقائق تولو ساعه تنبقى مخلوع، كندخل للجنه تسحبوني صافي، واخا ما عندي لا تليفون لا والو كدا. بغيت نوجه واحد الرساله للوزير بلي اللجنه اللي كتجي عندنا كتضيع علينا بعد واحد تولو ساعه من الامتحان، تولو ساعه من الامتحان كيجيو عندنا بواحد الطريقه اللي نتايا كتلميذ غادي تدوز تتستريس، فهمتيني؟ امتحان كامل شي ضربوا عليك في الزهر، واخا تكون موجد ليه وكلشي فهمتيني، كتدخلوا عندنا في الماط امتحان امتحان صعيب، دخلوا عندنا ركبوا فينا الرعب فهمتيني، زاد الامتحان وثاني نجيبوا فيه خايب. دي كونسونطراتنا واحد شويه حيت على كتكون خادم زعما مكونسونطري حتى كيدخلوا عليك، ما كتعرف راسك باش تبليتي الصراحه، باش نكونوا زعما متفقين. عادي تفتيش وصافي. امتحان صعيب، وخويا المشكل اللي تطرح لينا هذا العام ان الاساتذه ما تعطوناش موتيفاسيون، بالعكس حطمونا وتقولوا لنا داكشي خايب، وتيجي اللجنه تتقلبنا وتيفايونا كاملين، واخا التليفون في الشكاره تيقول لك نكتبوا بك تقرير والدراري مخبين تليفون في الشكاره، وحطوا لنا نماط صعيب بزاف عمرو تحط في هاد الاعوام السابقه. هاد العام الصراحه زيروا معنا، ما بغاوش يتعاملوا معنا لا في الماط لا في الاس بي تي هذا اللي دوزنا الاخر دابا، ولكن كان شويه ديال الغش في شي اقسام، انا قسم اللي طحت فيه بعدا توهت فيه منقل، كانوا مزيرين اللجنه كيدخلوا هاد الايام الاخر، اللجنه كيدخلوا ديما كيدخلوا كيقلبوك هذا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.